هنا أفاد مراسل الغد بوقوع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحام شرقي نابلس بالتزامن مع استهداف جبهات الاحتلال بالزجاجات الحارقة خلال اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس. ينضم إلينا من نابلس خالد بدير مراسل الغد. أهلا يا خالد، أولا كيف تبدو الصورة لديك الآن أنت في الميدان خالد؟ نعم بالفعل عزلت المنطقة الشرقية هنا في مدينة نابلس بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة، تم عزل المنطقة تماما عن المدينة. نشاهد في الخلفية عدد من الشبان ومركبات الإسعاف الفلسطيني. نحن نتحدث عن قرابة 30 دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية امتدادا من حاجز بيت فوريق وصولا إلى قبر يوسف المحاذي لمخيم بلاطة وصولا إلى هذا الشارع الذي يسمى شارع عمان. اندلعت مواجهات عنيفة، تم استهداف جيبات الاحتلال بزجاجات حارقة وكذلك أيضا بالمفرقعات والألعاب النارية، وتم محاولة إقامة عدد من المتاريس. الآن يسمع صوت لإطلاق الأعيرة النارية في محيط قبر يوسف، وعلى ما يبدو بأن هنالك صوت إطلاق نار باتجاه قبر يوسف في هذه اللحظات. لا يعلم مصدر هذا الإطلاق، لكن تكبيرات الشبان تشير لربما لذلك ابتهاجا التصفير والتصفيق في هذه اللحظة. يذكر بأن عملية الاقتحام هذه كان من المقرر أن تكون في مطلع سبتمبر، تم تأجيلها نتيجة توتر الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية. الآن الذي حدث صباح هذا اليوم وارتقاء 5 شهداء في الضفة الغربية دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء عملية اقتحام كانت قريبة من جنين، وإلى تقليص أعداد المستوطنين الذين سيقتحمون القبر هذه الليلة. الآن حسب ما تم التأكيد 4 حافلات فقط للمستوطنين هي التي دخلت إلى قبر يوسف في هذه اللحظات لأداء صلوات تلمودية تزامنا مع الأعياد اليهودية، وهذه الحافلات تقدر أرقامها بنحو 200 مستوطن دخلوا إلى قبر يوسف. في العادة كان يتم الفوج الأول من الاقتحامات نحو 20 إلى 16 حافلة، وبالتالي نحن نتحدث عن تقليص كبير نتيجة خشية تدهور الأوضاع الأمنية. عدد من الشبان أشعلوا الإطارات، أغلقوا الطرق، مواجهات بين كر وفر، إطلاق وابل كثيف من القنابل الغازية هنا في شارع عمان مما أدى إلى إصابات العشرات بالاختناق، وتحديدا أن تتحول موسم الأعياد اليهودية إلى مسلسل للتضييق والتنكيل على الفلسطينيين. رأيناها في خلفيتك هذه الإطارات المشتعلة خالد، لكن أفدتنا سلفا بثمة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، ماذا أصفرت؟ هل من إصابات خالد ربما، أم هي فقط حالة اختناق جراء الغاز المسيل للدموع؟ يعني لا إصابات حتى هذه اللحظة وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، هي فقط إصابات بالاختناق وعولجت ميدانيا نتيجة طبعا إطلاق القنابل الغازية. جيش الاحتلال عندما يبدأ باقتحام المنطقة الشرقية يقتحم من خلال قوات راجلة مدعومة بطائرات لتوجيه القوات الراجلة على الأرض، وعند ذلك عندما يحدث الاصطدام مع الشبان الفلسطينيين يتم إطلاق وابل كبير جدا من القنابل الغازية لتفريق ودفع الشبان إلى الابتعاد عن محيط قبر يوسف. الشبان قبل وصول جيش الاحتلال إلى محيط القبر تمكنوا من إلقاء زجاجات حارقة باتجاه القبر، وكذلك أيضا باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالزجاجات الحارقة. الأوضاع حقيقة متوترة هي في الضفة الغربية، سيما وأن عمليات الاشتباك باتت واضحة في مشهد لم تشهده الضفة الغربية. يعني منذ 3 أشهر وإلى يومنا الحالي لكل عملية اقتحام في مناطق الضفة الغربية تتعرض قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى اشتباكات وعمليات إطلاق نار واضحة تماما كالتي حدثت صباح هذا اليوم في برقين جنوب غرب مدينة جنين، أو حتى على حاجز الجلمة شمال جنين خلال فترة مطاردة الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، وكذلك أيضا خلال الشهر الماضي كان هنا في مخيم بلاطة في محيط قبر يوسف عملية اقتحام ومداهمة لتنفيذ
حملة اعتقال رد مقاومون فلسطينيون بإطلاق النار صوب جنود الاحتلال الإسرائيلي وارتقى شهيد في العملية. وبالتالي هي الأوضاع متوترة. التقديرات الإسرائيلية تقول بأن الضفة الغربية باتت الآن على صفيح ساخن من المواجهة مع جيش الاحتلال، وهنالك أحاديث يعني في وسائل الإعلام العبري تتحدث هذا التوتر عن لربما اضطرار جيش الاحتلال. هذا التوتر ربما انعكس على الأعداد في مسألة أو في عملية اقتحام قبر يوسف. الشوارع حول القبر خالد هل هي مغلقة؟ يعني شارع عمان والشوارع المحيطة، هل هناك متاريس في المداخل والمخارج؟ ربما هذه العملية كم تستغرق من الوقت حتى تنتهي تماما؟ يعني بدأت عملية الاقتحام للتو إنجاز التعبير يعني قبل نصف ساعة من الآن مع دخول المستوطنين إلى المنطقة. عن طبيعة المنطقة، هذا هو شارع عمان الذي أقف فيه الآن. هنا المنطقة، الجزء ما خلف الكاميرا، هي مدينة نابلس وأحياء مدينة نابلس، وهنا المنطقة الشرقية التي تفصل بحاجز بيت فوريك. هذه ليست مغلقة بالمتاريس، وإنما هنالك انتشار لأعداد كبيرة من القوات الراجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على طول نحو 3 كيلومترات وصولا إلى حاجز بيت فوريك، بالإضافة إلى وجود طائرات للتصوير وكذلك أيضا دوريات وجيبات عسكرية ووحدات خاصة، ولربما أيضا مستعربين لمحاولة رصد أي محاولات للشبان الفلسطينيين لرشق الحافلات أو استهدافها خلال عبورها هذه المسافة. يتم إغلاق كل شيء، يمنع على المنازل الفلسطينية الخروج من هذا المربع الأمني المغلق إنجاز التعبير الذي يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة عليه. هو كل ما في الأمر، هذه واحدة من نقاط المواجهة التي تندلع عادة بها المواجهات الشبان الفلسطينيون، يشعلون الإطارات يلقون القنابل الألعاب النارية في محاولة للتصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي. أشاهد وميضا في المنطقة الشرقية، وذلك لربما جزء من أيضا من محاور مواجهات في محيط مخيم بلاط من خلال استهداف جيش الاحتلال بالمفرقعات النارية. هذا هو الحال، يستمر عادة عند منتصف الليل حتى ساعات الفجر الأولى عند الساعة 4. أعداد المستوطنين نعم بالفعل تقلصت هذه الليلة، نحن نتحدث فقط عن 4 حافلات للمستوطنين، ذلك خشية أن دخول أعداد كبيرة قد يؤدي إلى تأزم الوضع، خاصة وأنها هنالك كانت دعوات شبابية من قبل الشبان الفلسطينيين للتصدي عملية اقتحام المستوطنين في ظل حالة الاحتقان والغضب التي يعيشها الشارع الفلسطيني مع ازدياد فاتورة الدماء التي تسفك، سيما شهيد بالأمس كان في بيته، اليوم خمسة شهداء في الضفة الغربية. وبالتأكيد هذا المشهد يستمر في التوتر والتعقيد طالما بقيت ممارسات الاحتلال كما جاء اليوم في بيان للخارجية الفلسطينية. مفهوم خالد، شكرا جزيلا، وأعود لك كل ما جد جديد. خالد بدير مراسل الغد.